أول مرة غنيت أيام الجامعة كان سنة 97-98. يعني أنا أصلا طول عمري عازف بيانيست وجيتار، بس الجيتار أنا يعني عزفته في الجامعة مؤخرا. يعني الأول كنت موسيقي، الأول طول عمري حبيت الغنى. يعني أنا تربيت على مدرسة عبد الحليم فحبيت أغانيه، كنت بغني بيني وبين نفسي ايام المدرسه وايام ما دخلت الجامعه. كنت حته الرهبه ان انا اغني قدام الناس دي كانت صعبه يعني، لكن التقينا انا وزميلي كان ساعتها كان فنان كبير تامر حسني واحنا لسه صغيرين بالجيتارات، وابتديت انا يعني ابتديت اشوف. كان تامر الاول بيعزف الجيتار القبليه، فحته ده ايه عايز اعزف انا كمان. انا كنت في هندسه وتامر كان في اعلام. جت الفتره هو فاجئ ان انا بقيت بعزف جيتار، وبقينا نقعد في الجامعه نعزف بالجيتار ونقعد نغني. من هنا بقى ابتدت الرحله بتاعت الغنى والطموح. اول اغنيه غنيتها كانت اغنيه صدفه، كان مع الشاعر الكبير خالد تاج الدين، ملحن ايمن نور، وموزع الموسيقي حماده محمود، وهم اصلا كومباينيشن كده مع بعض. كان شكل غريب، كان سنة 2004. لكن أول أغنية أنا غنيتها على ستيج ومن الرهبة وقعت، كنت واقف غلط على الستيج وكانش لسه عندي خبرة، وأول مرة في حياتي أغني قدام جمهور كان كبير في أول الألفينات. كنت لسه ما عملتش أغنية ليا خالص، وكانت حفلة المطرب حمادة هلال. نزلت قبله ولقيت جمهور كبير. المهم فأنا واقف على الستيج في خشبة كده ورا، كنت ورا الستيج، فتقريبا أنا مش شايف من الضلمة، فرجلي جت غلط في حته خشبه. المهم اتكعبلت ورحت واقع، الستيج كان عالي، وقعت وقعه مش قادر انساها لغايه دلوقتي. انا عايز اقول لك ان الحمد لله يعني الحفله كانت جميله جدا بالنسبه لسه واحد بيتقدم جديد. الناس انفعلت جدا معايا وتعاطفت وغنيت، وفجاه نسيت التعب. مهما بنبقى احنا فنانين ومطربين بنبقى تعبانين، اول ما بننزل نغني على الستيج في حاجة كده زي ما يكون مسكنة. صدفة أجمل من معاد، إيه خلانا نعيش بعاد، يعني من طول البعاد تاني مش هقدر عليه. صدفة أجمل من معاد، إيه خلانا نعيش بعاد، يعني من طول البعاد تاني مش هقدر عليه. إيه مرحلة الاحتراف ابتداء من 2005، من بعد ما نزلت بأغنية صدفة. أول تصوير ليا أغنية صدفة كان مع المخرج الراحل الله يرحمه أحمد فيشاوي، كانت وش الخير عليا في الفترة دي، وما كانش معايا غير ربنا سبحانه وتعالى. خدت مركز أول في أكبر قناة كان ساعتها في مصر، وكان على نجوم كبار، يعني كان في نجوم كبار، كان في التوب 10، برنامج اسمه توب 10، ودي فتحت لي البيبان بقى. ودايما أنا ما كانش ليا حظ في الدعاية، الناس عرفت صوتي قبل ما تشوف مين تامر سير، وخدت المركز الأول في قناة مزيكا دي، وكانت فتحت لي الباب مع مزيكا يعني، وابتديت اتكلم معهم بقى في ألبوم كامل يعني. الألبوم طبعا الأولاني كان توزيع شركة عالم الفن وشركة مزيكا أستاذ محسن جابر، كان بالنسبة لي حاجة جديدة، ابتديت أحس إن حلمي ابتدى يقرب واحدة واحدة. لكن أنا كنت ماضي احتكار مع شركة تانية، هما كان شركة عالم الفن ومزيكا وتوزيع معايا، وأنا كنت شريك مع شركة تانية كانت صغيرة وكنا بنكبرها، وكان عندنا طموح إن هي تكبر. ألبوم كان اسمه وعدك ليا، كنا عاملين بقى شكل جديد على نهج بتاع صدفة، بمعنى إيه؟ إن الشكل القالب موجود، ونعمل بقى إيه مقسوم درامية ريتميك مثلا، حاجة كان ساعتها لسه يعني كان في ارتام جديده لسه نازله، فعملنا عناصر متكامله متزن يعني. الالبوم كان حلو جدا، والناس فيما بعد لما سمعت الالبوم لقيته قوي جدا وحلو قوي، وخصوصا لما كان في اغنيه والفين نازله في الالبوم كانت متقله الالبوم قوي. وعدك ليا كان ستايل جاز هارد، كنت انا بنفس التيم وورك خالد تاج الدين وحماده وايمن، فعملنا وعدك ليا. الاغنيه كانت تقيله قوي، وعملنا جو ستيج ولايف، وعملنا والفين وكانت عاجبه الناس جدا، لقبوني ساعتها المطرب السهل الممتنع. فدخلنا في المود بتاع الشكل بقى بتاع ايه، برسم الاستراكشر بتاع تامر سيرف. والفين حيبعدنا الزمن، والامتى نهرب من اللي كان، طب ليه نعيش ندفع تمن غلطة وفاتت من زمان. والفين حيبعدنا الزمن، والامتى نهرب من اللي كان، طب ليه نعيش ندفع تمن غلطة وفاتت من زمان. كان ساعتها كان في أزمة في السوق،
يعني عشان ابقى فير معاكي ما اقدرش اقول ان الشريط ضرب، لا انا كنت مظلوم في الدعايه. يعني كان الشركه عالم الفن ومزيكا بتودي البوسترات للمحلات التوزيع، فمحلات التوزيع كانوا حاجه اسمها حاجزين للمطرب مثلا الكبير سوبر ستار الستاند هنا، حاجز ده المطرب الكبير فؤاد، مصطفى قمر، عمرو دياب، توب ستار، مطربين صغيرين للاسف كان ساعتها لما يطلب كنت بعاني من الموضوع ده، الشريط ما خدش حقه، الاغاني عشان توصل للناس بالشكل المطلوب اللي انا كنت مستنيه لا، التقصير في جزء كبير من عندي ان انا ما عرفتش اختار الناس اللي تسوق لي الاغاني بتاعتي كويس، والتقصير التاني من الاطراف التانيه ان هم ما عرفوش يعملوا ادفيرتايزنج كويس. في مشاكل اداريه الشركه من ناحيه اللي انا ماضي معاها كانت عامله احتكار ليا ان انا ما سجلش ما اروحش الا باذنها، دي معطلاني. كان في استعجال، شويه طمع، طمع من ان هم عايزين يستغلوا تامر ماديا وعايزين مستعجلين، برغم ان صديقي الشريكي كان يعني انا بحترمه جدا الى الان، راجل محترم جدا وبعتبره اخ ليا، بس هو سمع كلام من بره خاف وما كانش عنده خبره قوي، في ناس تدخلت في الوسط بوظت العلاقه اللي بينه وبينه في الفتره دي، وحاسسوه ان انت ماشي في موضوع خسران، في حلم عايزين نعمله وفي بلان ماشيين عليه، هو خاف يكمل، وهو كان السبب ان انا تعطلت 5 سنين، باظت العلاقه وباظ ساعتها، وقلت طب انا احترم نفسي اكتر وخليني انا في مهنتي مهندس، ودي الحقيقه لغايه لما ابقى حر، لان انا كنت ساعتها لا اعرف اعمل اي حاجه ولا اصور ولا اسجل الا باذنه، ممكن نفسي شويه، لا انا عارف الموضوع صعب، يعني كنت فاكر ان في المرحله اللي نزلت فيها ابتدت البيبان يعني تفتح بقى، لقيت الموضوع فيه عناصر تانية انا ما اعرفهاش، وفي حروب بتحصل وفي ناس بتبقى من مصلحتها مفيش حد يطلع، شفت كل ده طبعا. انا مش هنسى يوم لما والدي قال لي ما اعرفش في جواب اقرا، كان جاي انذار من مكتب محامي، افتح فلاقي الانذار جاي من شريكي، ممنوع اصور، ممنوع اعمل، انا زعلت، ملاش لازمه خالص حته انذار ومحامي، هو مش قصده بس هو كان يعني ايه عايز يعمل الحركه دي عشان يكهربني يخوفني، كان السبب ورا الموضوع ده هو العنصر اللي بيننا، وانا كنت واقف جنبه كنت جايبه عشان يمسك اداره اعمالي. فقت بيني وبين نفسي كده وصليت ركعتين، قلت يا رب اعني على الفتره اللي جايه ان انا عايز اعوض كل اللي فات، وحسيت لما الواحد بيحب حاجه بيغير عليها، وانا ابتديت اغير على فني، وخصوصا الفن المصري اللي ابتدى يتحارب بشراسه. بند المهرجانات مش هو السبب الرئيسي، ده بند من ضمن البنود، لكن الحرب اشرس من كده، انتشار الثقافه فن العشوائي. ابتديت اركز انا عايز ايه؟ عايز اقدم ايه للناس؟ مش مشكله بقى مقدار التوفيق حبيبي بتاع ربنا طبعا، اقدم فن ليه معنى، اقدم مزيكا هادفه، يعني لما اجي اسمع مزيكا ما اكسرش اللي حواليا، ما اجيش كده اكسر الفازات اللي في البيت، ما اجي اقدم كلمه هادفه ليها معنى، ليها رساله، مسج، زي الاغنيه الاخيره اللي انا عملتها ليها رساله، وزي الاغنيه بتاعت السنه اللي فاتت اللي عملتها الدعاء ليها رساله. الفكره ان انا لما فكرت ان انا ارجع عايز اعمل اللي عليا ان انا اقدم مزيكا حلوه قوي. انا عملت السينجلز من اول جينا 2006 بطولة افريقيه في مصر، كانت اغنيه حلوه قوي وكانت بتغني في استاد القاهره انا فاكر، وشفتها في الشاشات ونزلت في اذاعه الاف ام، ويعني نجحت قوي الحمد لله مع الناس. ابتديت ارجع بقى بالبوم كامل وخلصت كان 90% من الاغاني الالبوم، انا مسجل فوق ال 15 غنوة، اصل الالبوم بتاعي 10 اغاني، كان ساعتها كنت هنزل في 2010 بالبوم كامل، بس حظ بقى ان الثوره كامل من 2006 واقف لغايه 2010، مع ان الالبوم كان جاهز بس قلت هنزل بعد انتهاء الالبوم عشان ما يحصليش مشاكل، ما كانش ينفع بعد ازمه الثوره ان انا انزل بالبوم لمده 5 سنين. طبعا السوق كان واقع بسبب الاحداث اللي في البلد، الفنانين اللي ظهروا في الفتره دي يعني ابتدوا يطلعوا في الوقت ده، انتشرت بقى الثقافه الفنيه الجديده من بعد الثوره، وللاسف ما كانتش ما تعجبنيش انا وما تعجبش ناس كتيره جدا فنانين بجد، يعني لما اقول ان المهرجانات انتشرت قوي انا ما بسمعهاش، بس الناس استقبلتها ده نجاح. بنظلم بعض، ابتدت في نوفمبر اللي فات 2018 يوم صحيت من النوم لقيت ابراهيم شتا الشاعر، لقيته بعت لي على الرساله على الواتساب في على الموبايل، اول ما صحيت من النوم بشوف الرسائل ايه اللي بتجيلي، او فلقيت ابراهيم بعت لي كام اغنيه بس بيقول لي اسمع دي، حسيت فيها تامر سري،
راجع اسمع الاغنيه تاني تالت، قلت هي دي تامر سر 2019. ابتديت افكر لها كويس ازاي ان انا اركز بقى فيها كميديا، ازاي ان انا اسجلها واصورها، لان كان تفكير ان انا اصورها. بنظلم بعض، ابراهيم شتا، معز علي الملحن لقيته شاطر جدا، توزيع محمد عمار لقيته شاب جميل ودم جديد وفاهم، تصوير الكليب جت من فكرة انا كنت متابع كتاب كنت بقراه لروندي بيرني، في بوزيتيف انرجي كبيرة جدا، ابتديت اقرف في الاخراج واشوف الناس بتشتغل ازاي بره. قلت طب وليه انا ما اعملش ابقى ليدر للموضوع ده، اخرج الكليب بنفسي. فجبت استعنت بمدير تصوير اجنبي، هو ده الموضوع، فاهم وعارف ياخد كادراته كويس. انا حطيت الستوري بورد، قررت اسافر دبي افصل خالص، اصور هناك في دبي، ابتديت احط الستوري بوردز وارسمها، وانا اصلا رسام على فكره. وقلت الموضوع خفيف، عايزه خفيف بسيط سامبل او يوصل للناس. جايز ده البعد يوجعنا فنلقى حنين يرجعنا ونتعلم من الغلط اللي فات ونعيش اللي فات ونعيش، لنلقى راحتنا في الفرقة ساعتها نمشي ولا نبقى أكيد على بعض، والأحسن ده ما نضحيش عشان نرتاح انا وانت، لازم نبعد يومين حتى يا دوب نهدى وساعتها نشوف هنعمل ايه. الحمد لله يا رب اصداء حلوه جدا، لسه هتاخد وقت قبل ما تفرش، خصوصا النوع ده عايز وقت على ما يوصل للناس. متوقع، انا متوقع ان شاء الله الاغنيه تنجح قوي على فكره. لسه انا بسمع ادعيه، انا عملت اغنيه قبل كده لرمضان وعملت دعاء السنه اللي فاتت اسمه الدنيا لهياني، وكانت اصداءها حلوه قوي مع الناس، وان شاء الله بحضر لدعاء جديد. كلفت ناس صحابي منهم الملحن كريم طارق اللي عمل لي الدنيا لهياني، وانا اثق فيهم، الناس دي فاهمه وعارفه انا عايز يعني عايز ايه. لا مشروع ضخم بقى كبير ان شاء الله، بس نمشي ستيب باي ستيب. دلوقتي مشروع الاغاني انا مسجل فيه اغنيتين جداد زائد الاغاني اللي انا مسجلها قبل كده، في اغاني منهم هبتدي اعملها ريميكس اعاده توزيع تاني، لان طبعا من سنه للسنه المزيكا بتختلف والاصوات بتختلف والبرامج. انا برجح دلوقتي في ان انا انزل ان شاء الله بسنجلز مش البوم، لغايه لما اعمل قاعده كويسة أحس الناس مستنية بقى ألبوم تامر سر. إن شاء الله في خطة حفلات الفترة الجاية، في إدارة أنا ابتديت أظبطها دلوقتي، معايا ناس محترمة جدا، لكن اللايف أو الحفلات مبني على النجاح والقاعدة الجماهيرية، والحمد لله أنا بيتعرض عليا دلوقتي حفلات وبيتعرض عليا أفراح، بس في منها لا يليق بتامر سر في الفترة دي. كلمة أخيرة أحب أقول لجمهوري، اطمنوا إن شاء الله أنا راجع بمنتهى الجدية ومنتهى الحب، وشايل على كتافي وظهري مسؤولية كبيرة إن شاء الله أبسطكم، وإن شاء الله أعوض السنين اللي فاتت في أسرع وقت. أنا بقول لكم سامحوني إن الظروف خارجة عن إرادتي، يعني ثقة في الله نجاح إن شاء الله، وثقة فيكم أنتوا إن أنتوا بتنجحوا أي فنان، تخلوه نجم فوق لإما توقعوه. تابعوا كل أخباري وأهم أعمالي على موسيقى تي في تامر سري.